فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح في مسألة من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هل يكفر أو لا يكفر؟ ترك الصلاة تهاونا وكسلا هل يكفر بفعله؟ نعم يكفر، ظاهر الحديث أنه يكفر، لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. المتعمد يتوب إلى الله، المتعمد يبادر بالتوبة إلى الله ويؤدي الصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.